جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله حيث هنأ جلالته خلاله خادم الحرمين الشريفين بعيد الاضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام وقد اعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلاله الملك المعظم على مشاعره وتهنئته الاخويه سئلنا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال